بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض النموذج الأول في امتحان التربية الدينية الإسلامية للصف الأول الإعدادي. أولا القرآن الكريم، قال الله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. صدق الله العظيم. أجب بما هو مطلوب، مرادف فعززنا. قال الله تعالى: وأرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. فعززنا أي فقوينا. ومفرد المرسلون المرسل. باء، لمن وجه الأمر في الآية؟ وجه الأمر إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولمن ضرب المثل؟ قال الله تعالى: واضرب لهم مثلا يا محمد أصحاب القرية. لمن ضرب المثل؟ لأهل مكة. ما اسم القرية المذكورة في الآية السابقة؟ طبعا قرية أنطاكيا بالشام. وكم رسولا بعث لها؟ بعث لها 3 رسل. ما موقف أهل القرية من الرسل؟ كذب أهل القرية الرسل وأنكروا عليهم أن يكون رسلا من عند الله وهموا بقتلهم. ها اكتب إلى قوله تعالى: وما علينا إلا البلاغ المبين. قال الله تعالى: قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. صدق الله العظيم. ثانيا الحديث الشريف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. أكمل معنى سمحا. سمحا معناها سهلا، والمقصود باقتضى طلب حقه أو دينه. إلى ما يرشدنا الحديث الشريف؟ يرشدنا الحديث إلى اليسر في التعامل اليومي للمسلم مع غيره في البيع والشراء وطلب الحق، فلا يثير المشاكل ولا يعوق أعمال الناس. جيم، ما أثر العمل بهذا الحديث في العلاقة بين الناس؟ نشر المحبة، تنتشر المحبة بين الناس ويصبح المجتمع الإسلامي مجتمعا قويا ومتماسكا. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة في مالي. لا تفرق في المعاملات بين مسلم وغير مسلم، العبارة صحيحة. لا بد أن تكون المعاملة الحسنة مع كل الناس سواء كان مسلم أو غير مسلم. من الحكمة أن يثير المسلم المشاكل أمام مصالح الناس، طبعا العبارة خاطئة. ثالثا الفروع، حدد 2 من مبطلات الصوم. 1، كل ما يدخل الجسم من طعام أو شراب عمدا. الحيض والنفاس، ممكن نكتب الجنون أو الحقنة في أحد السبيلين. باء، حدد 2 من شروط صلح الحديبية. هدنة بين المسلمين وقريش مدتها 10 سنوات، أن يرجع محمد وأصحابه بدون عمرة ويعودوا في العام التالي. جيم، تخير الإجابة مما بين القوسين. كان صلح الحديبية 6 أو 7 أو 8 للهجرة، طبعا كان 6 هجريا. غزو الفضاء يتطلب العلم أم المال أم هما معا؟ طبعا يتطلب العلم والمال، يعني هما معا. 3، إذا علمت أن جارك يترك الصلاة تعنفه بشدة أم تنصحه برفق أم تتركه لحاله؟ طبعا تنصحه برفق. فرض الصيام في قبل الهجرة أم السنة الأولى للهجرة أم السنة الثانية للهجرة؟ طبعا في السنة الثانية للهجرة. 5، دعوة الإسلام إلى الاهتمام بالدار الآخرة تعني الانصراف عن العمل ولا تقدير العمل ولا التراخي في العمل؟ طبعا تقدير العمل.
رابعا قصة أسماء بنت أبي بكر. اختر لكل عبارة في المجموعة الأولى ما يناسبها من المجموعة الثانية. المجموعة الأولى: أعجبت أسماء بالزبير. يا ترى أول من أسلم من الرجال، ولا إلى دار الأرقم بن الأرقم، ولا لم تتجاوز 14، ولا خامس من أسلم من الرجال، ولا إلى سلمة بنت صخر، ولا لإيمانه وصبره على الأذى. طبعا لإيمانه وصبره على الأذى. كان الزبير بن العوام خامس من أسلم من الرجال. كان أبو بكر الصديق أول من أسلم من الرجال. كانت أسماء تذهب متخفية إلى دار الأرقم بن الأرقم. أسلمت أسماء ولم تتجاوز 14 من العمر. النموذج الثاني: أولا القرآن الكريم. قال الله تعالى: قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. صدق الله العظيم. ما معنى تطيرنا بكم ولنرجمنكم؟ تطيرنا بكم معناها تشاءمنا منكم، ولنرجمنكم معناها لنقذفنكم بالحجارة. باء: ماذا قال أصحاب القرية للمرسلين كما تفهم من هذه الآية؟ قالوا: تشاءمنا لوجودكم بيننا، ولئن لم تسكتوا عن دعوتكم لنا لنقتلنكم بالحجارة. جيم: لماذا أرسل الله الرسل إلى أصحاب القرية؟ أرسل الله الرسل لأصحاب القرية ليدعوهم إلى عبادة الله. دال: اكتب إلى قوله تعالى: وهم مهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: طائركم معكم أئن ذكرتم، بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. صدق الله العظيم. ويفضل أن يقرأ الطالب هذه الآيات قبل أن يكتبها. ها: قال الله تعالى: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. استخرج من الآية موضعا للقلقلة. طبعا حروف القلقلة مجموعة في جملة قطب جد، فأي حرف من هذه الأحرف الخمسة يكون ساكنا فهو هذا موضع القلقلة. وفي هذه الآية التي معنا بها حرف الدال في كلمة لقد، لقد حق القول على أكثرهم، إذن موضع القلقلة حرف الدال في كلمة لقد. ثانيا الحديث الشريف: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن. فقال عليه الصلاة والسلام: ألف معنى مثقال. مثقال أي مثله في الوزن، مضاد الكبر التواضع. اكتب الحديث حتى نهايته: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. إلى ما يدعو الحديث الشريف؟ يدعو إلى عدم التكبر وعدم احتكار الناس، وأن نرتدي ثوبا حسنا، لأن الله جميل يحب الجمال. دال: بما ترد على من يعتقد أن حرمان النفس من الطيبات وسيلة للتقرب إلى الله عز وجل؟ هذا تصرف خاطئ، لأن الله سبحانه وتعالى قال: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. ثالثا الفروع: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. شرف العمل في نوعه أم أجره أم إتقانه؟ طبعا إتقان العمل. يثبت الصوم بإيه؟ بتمام شعبان أم بثلاثين يوما أم برؤية الهلال أم بالصحور؟ برؤية الهلال. تعتبر دراسة الفضاء شكرا لله، لأنها تقضي على الأعداء، ولا تعمق إيماننا بالله، ولا تطلعنا على الغيب. طبعا تعمق إيماننا بالله. ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التعليل لإجابتك. واحد: ختان البنات عادة يؤكد على ضررها الأطباء وعلماء الدين، ولا دخل لها بالطهارة. العبارة طبعا صحيحة. الختان واجب بالنسبة للذكور، وجاءت نصوص صحيحة لذلك. أما بالنسبة للإناث فلا يوجد نص شرعي صحيح يوجب
ختانهن. 2- الجبال تتحرك ونحن لا نراها تغير مكانها. العبارة أيضا صحيحة، والتعليل حيث أن الجبال لا تتحرك من تلقاء نفسها، ولكن الأرض هي التي تتحرك، فهي تتحرك بحركتها في دورانها حول نفسها وفي دورانها حول الشمس. 3- نتقرب إلى الله بالاجتهاد والعمل. العبارة أيضا صحيحة، فالرجل الذي يتقرب إلى الله بالاجتهاد في الكسب أكثر طاعة من الرجل الذي يحرم نفسه من طيبات الحياة ويتفرغ للعبادة. جيم، ما صفات الملبس الإسلامي؟ صفات الملبس الإسلامي: تكون الملابس ساترة لا تكشف ما لا ينبغي كشفه من الجسم. ما الحكمة من مشروعية الصوم؟ غرس الصبر وصدق النية وتربية المسلم وتقوية العزيمة. رابعا الشخصيات والكتاب الإضافي. أكمل من أهم إنجازات عثمان: 1- أنشأ أول أسطول إسلامي، وهي كمان وجمع الناس على مصحف واحد، ممكن نقول تجهيز جيش العسرة من ماله الخاص، واشترى بئر روما وقام بجمع القرآن الكريم. 2- من أثر صلح الحديبية، أسلم فارسان كبيران هما خالد بن الوليد وعمرو بن العاص. تعلمت أسماء من أبيها الشجاعة في القول والعمل والأمانة. لماذا غضب عمر بن الخطاب من صلح الحديبية؟ ولماذا ألغت قريش أحد شروطه؟ أولا، غضب عمر من شرط أنه من جاء لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من قريش رده إليها، ومن جاء قريشا من أتباع محمد لا ترده إليه. وألغت قريش أحد شروطه، طلبت قريش إلغاءه لكي تأمن على تجارتها وقوافلها. كيف ضربت أسماء المثل للزوجة الصالحة؟ لأنها عندما تزوجت من الزبير كان فقيرا، فلم يكن في بيته إلا فراش ووسادة من ليف وقربة من الجلد للشرب والاغتسال، ولكنها كانت راضية وسعيدة لأنها اجتمعت مع الزبير على الإسلام. بكذا إن شاء الله نكون خلصنا النموذج الأول، وانتظرونا إن شاء الله في النموذج الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.